Known in Italy, not the operation theater in a hospital is to be air conditioned, suggests the percentage of outside air being circulated in the theater is. هنا انا شو يقول لك؟ يقول لك هنا بالنسبه للمستشفيات يكون التدوير مالت الهواء اللي موجود كنسبه مئويه مالتنا من ناحيه التدوير مالتها اقترح لي نسبه نكون نستخدمها. هو هذا القصد من السؤال. طبعا ثياتر هو مو القصد المسرح وانما القصد الحيز مالت المكان. طبعا النسبه اللي نستخدمها هي 100% الجواب. ليش؟ يعني انت عندك المستشفى تكون بيها امراض واوبئه، فاني بهاي الحاله لازم اكون اسوي تهويه كامله، يعني ما اريد الميكروبات يعاد تدوير هذا المكان. انت عندك مريض غرفه عمليات فاتح جسده، تجي انت تكون تداور المكان، اي جرثومه تجي على الجسد مالته راح تسبب له مضاعفات، وهنا راح يزيد المرض مالته وقد يجوز تؤدي الى الموت. فاذا تكون لازم التهويه نسبتها 100%، اجيب له الفريش. كل منطقة كل مكان له نسبة معينة. فمثلا عندك المكتب نسبته مثلا خلينا نقول 20%، عندك مسجد أو قاعة رياضية تستخدمها مثلا 50%، وهكذا كل مكان حسب. أحيانا مثلا أنت تخليها مثلا من 15 إلى 20. طبعا إذا زادت أنت هذا شيء زين مو شيء سيء، بس اللي راح يصير عندك إجهاد على الكويل اللي موجود. زين، النقطة اللي وراها شنو؟ اللي هي يقول لك the human body can lose heat even if its temperature is less than the atmospheric temperature. اللي هو يقول لك الجسد البشري ممكن يكون يفقد من الحرارة مالته حتى ولو كانت درجة الحرارة مالته أقل من درجة حرارة الحولة. وهذا الشيء طبعا أكيد، لأن احنا بكل الحالات احنا نفقد حرارة. هاي منتهيني من الموضوع، يعني أنا حتى لو كانت درجة حرارتي أقل أنا لازم أكو عندي كمية من فقدان الحرارة تكون تصير، يعني لازم أكو كمية من التبخير يصير. هي شلون يصير التبخير؟ اكيد عن طريق الحراره، اعطي حراره يتبخر ويطلع لي برا. فاحنا بكل الحالات اكو تبخير، لان لو كانت انه يعني درجه الحراره مثلا خلينا نقول صيف درجه الحراره عاليه واني درجه حرارتي ابرد من البرا، يعني برا 50 واني درجه حرارتي 37 الطبيعيه، زين هل معناها اني ما راح ابخر؟ لا طبعا اني راح ابخر اكيد، يعني لازم اني ابخر بكل الحالات، اذا ما بخر اموت. فهنا هاي النقطه تعتبر ترو. زين، النقطة اللي وراها البي شي يقول لك the increase in an air movement increase the evaporation from the human body. اللي هو يقول لك هنا زيادة سرعة الهواء اللي موجود راح تؤدي إلى تبخير أكثر للبشر. وهاي منتين من يمين، أنت جسدك من يتمرر عليه هواء أكثر راح يكون يبخر بصورة أكثر. إذن هاي النقطة true. النقطة اللي وراها يقول لك the warm air increase the rate of radiation of heat from the human body. اللي هو يقول لك زيادة الهواء الدافي يكون يزيد من الراديشن اللي هو الحمل الحراري الإشعاعي مال الجسد البشري. وهاي النقطة فالس، ما لها علاقة أصلا، يعني أصلا الحمل الإشعاعي وشون يصير عندك تاكل فتصير عندك سعرات حرارية، يعني ينحرق الأكل ومن جهد التفكير وجهد الحركة وجهد وعندك الدم المخزن وعندك من الأكل ويعني أمور تصير بالجسد، فانت تبعث حراره يعني من خلال الاشعاع، فما تتاثر بالهواء البرا، ما لك علاقه، انت بكل الحالات راح تبعث نفس الكميه. يعني شنو تحرق سعرات حراريه 50 انت راح تبقى 50 ما متغير عن الموضوع. اذا هاي النقطه فولس، الجواب هو both A and B اللي هي هاي وهاي.